عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأمين العام الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية نخيل التمر والابتكار الزراعي، السادة ضيوفنا الكرام من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، السادة ممثلي وسائل الإعلام المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نتشرف أن يتجدد اللقاء بكم في الندوة العلمية الافتراضية 14 التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي للموسم الثقافي الثاني 2021. قبل أن نبدأ الندوة نلفت عنايتكم إلى أننا سوف نضع جميع الحضور على وضعية الصامت حرصاً منا على جودة المتابعة والفائدة. أما الأسئلة فيمكن طرحها مباشرة في نهاية المحاضرة عبر خاصية رفع الأيدي الإلكترونية. كما نرجو من جميع الحضور أن يبادروا إلى إدراج بياناتهم عبر الشات، الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وذلك من أجل أن نرسل لكم غدا إن شاء الله تفاصيل العرض التقديمي للمحاضرة. كما يمكنكم المشاركة أيضا في الاستبيان الخاص بالمحاضرة من خلال الرابط الذي سننشره مع نهاية المحاضرة. الآن ندعو سعادة أمين عام الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد للتفضل بإلقاء كلمته. شكرا أستاذ عهد، مساء الخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، الإخوة الخبراء الفنيين المختصين الباحثين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، سعادة المستشار الأستاذ عماد أحمد الحامد المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً أحسن ترحيب عبر هذه المنصة الافتراضية، ويسعدني أيضاً أن أنقل إليكم تحيات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، في هذه المحاضرة 14 ضمن سلسلة المحاضرات العلمية الافتراضية للموسم الثقافي الثاني 2021، والتي تحظى باهتمام ودعم سموه. إن هذه المحاضرة تأتي في سياق التزام الجائزة بتحقيق أحد أهم أهدافها، وهي نشر المعرفة العلمية المتخصصة بهذا المجال، زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، وذلك بهدف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. كما تأتي هذه المحاضرة في نطاق التعاون بين الأمانة العامة للجائزة وكافة المؤسسات الناشئة من رواد الأعمال لتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار لتعزيز الأمن الغذائي. ونحن بالجائزة بدورنا نفتخر ونعتز بهذه الطاقات الشابة الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعدني باسمكم جميعا أن أرحب بالمستشار حامد أحمد الحامد، مؤسس مجموعة غراسيا الزراعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سوف يقدم لنا محاضرة علمية بعنوان الابتكار الزراعي في خدمة الأمن الغذائي. متمنين أن نقضي جميعاً وقتاً ومحاضرة علمية وقتاً مفيداً، كما نعيدكم كالعادة بالمزيد إن شاء الله. ندعو الأستاذ حامد الحامد ليتقدم مشكوراً لإلقاء هذه المحاضرة. سيدي معك 45 دقيقة، فلتتفضل مشكوراً. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح؟ جيد. نعم الصوت واضح. بداية يعني كل الشكر للشيخ نهيان مبارك حفظ الله ورعاه، تحية من القلب الدكتور عبد الوهاب والجائزة. شرف كبير أن أقف اليوم أو أتحدث اليوم أمام قامات يعني لها أثر وباع كبير في هذا المجال، ولكن نحن الشباب أو رواد الأعمال في انطلاقاتنا في أعمالنا ما لنا غنى عن خبرائنا ودكاترتنا والناس اللي نستمد منهم كثير من الطاقات
ونخرج بمخرجات عديدة من خلال يعني كافة الأبحاث والمعارف اللي توصلوا لها الفترات السابقة. وكذلك الدماء الشابة الجديدة لابد تضع بصمتها اليوم في إخراج يعني صورة حديثة للمفاهيم الزراعية ومجابهة كل التحديات اللي تواجهنا اليوم بصورة واضحة وجلية من خلال تجربتنا اليوم اللي صارت في مجموعة غراسيا، من أين بدأنا وإلى أين انتهينا، والقادم إن شاء الله يعني بيكون رائع في مجال التكنولوجيا وقطاع الزراعة وكل ما يرتبط بهذا الموضوع. طبعاً استبيحكم بس عذراً حتى نفتح العرض. واضح العرض أتوقع ظهر أمامكم الآن؟ نعم واضح. جيد. ساعة المستشار تفضل. طبعاً في بداية الأمر كله يعني كل غيث يبدأ بقطرة وكل ريادة تبدأ بشغف. قطاع الزراعة والأمن الغذائي وكل ما نتطلع له اليوم في كافة دول العالم بلا استثناء طموح مشروع للجميع. تحديات اليوم والأزمات اللي ممكن اليوم تكون مرت علينا تبينت لنا أو كشفت للجميع العموم والمختصين مدى أهمية الأمن الغذائي وكيف نحن نقدر اليوم نحقق الأمن الغذائي لمستقبل زراعي مشرق، وكذلك نستطيع في أن نحقق رؤية صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه في جعل الإمارات رائدة في قطاع الزراعة. كل هذه الأمور هي ما دفعتني بعد دراسة الماجستير. أخوكم طبعاً حامد الحامد حاصل على الماجستير القيادة الاستراتيجية وإدارة التغيير، مؤسس لمجموعة غراسيا التي تعتبر هي الموديل الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يضم كل ما يرتبط بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بكافة الابتكارات. وإن شاء الله خلال 45 دقيقة راح نتطرق لكل التفاصيل اللي تكشف ما قمنا به من إنجازات وتطلعاتنا في المرحلة القادمة. طبعاً من الأمور الأساسية اللي بنتطرق لها تعريف النموذج العالمي الجديد اللي هو مفهوم المزرعة الشاملة ولم الأطراف الموضوع بالشكل المتكامل. اثنين، عندنا آلية عمل مجموعة غراسيا التحديات والحلول، تجاربنا وشو اللي صار معانا لنكشفه، وأكيد راح نستفيد من كثير من أصحاب أو قامات الخبرة اللي موجودين اليوم أمامي. وأنا صراحة معتز كثير أني أنا أحصل فرصة يعني طرحي لهذا المواضيع أمام أشخاص مثلكم، وأتشرف طبعاً بذلك. المساهمة الفعالة في موضوع الأمن الغذائي وكيف يعني سعينا لهذا العمل وماذا يعني نطمح له في الفترة القادمة. نشر ثقافة ريادة الأعمال الزراعية لأبناء الوطن، وهناك في كثير من الأمور اللي لابد أن يتم إيضاحها للشباب للتفريق ما بين فكر ريادة الأعمال من أصحاب المشاريع من رجال الأعمال. هناك اختلافات كثيرة في هذه المفاهيم لابد أن يتم طرحها بصورة واضحة ليدرك الإنسان من أين يبدأ حتى يبلغ ما يعني يتطلع له. زايد رحمة الله عليه هو السر نجاحي في هذا العمل بسبب يعني كوني كنت أحد الشعراء لصاحب سمو الشيخ زايد رحمه الله، وتعلمت منه الشيء الكثير. والمبدأ اللي بنيت في مجموعة غراسيا هو نفس المبادئ اللي قدرت أقرأها ما بين السطور في شخصية رجل ما يختلف اثنين على قامته وقيمته وأثره اللي ما زال إلى اليوم نحن نجلي ثماره يوم بعد يوم. مجموعة غراسيا في بداية الأمر كانت مثل ما تشوفون في هذه الصورة في سنة 2012 بعد انتهاء ماجستير القيادة الاستراتيجية وإدارة التغيير. كنت أتساءل دائماً، طبعاً لب التخصص عندي في بناء كل ما هو محطم من شركات، وكنت أنا في آنذاك أنا بسبب الغربة والسفر خارج الدولة حطمت في كثير من المشاريع. فبعد ما رجعت بديت أشوف من أين أبدأ وأين أنطلق في هذا المجال. فكنت أملك هذه الأرض اللي تشوفونها اللي فيها الجرافة وكانت بهذا الشكل. طيب شو التحديات؟ اليوم عندنا مياه مجانا، عندنا دعم الكهرباء، عندنا دعم حكومي جدا كبير، ومع ذلك
في هناك عدد كبير من المزارع غير مستغل، هناك تحديات كثيرة منها للأشخاص كأشخاص، ومنها للأنظمة، ومنها للتكنولوجيا، ومنها العديد من الأمور. تم جمع هذه كلها في قالب راح أفرض لكم إياه الآن في مفهوم مجموعة غراسيا وكل خدمات اللي تقدمها، حتى وصلنا في سنة 2021 مثل ما تشوفون قدامكم ما حققتها مجموعة غراسيا، وإن شاء الله راح أتطرق بعجالة عن الإنجازات الفترة الماضية. طبعاً بحمد الله وجود قادتنا وحرصهم واهتمامهم كان لها الأثر الكبير في موضوع خلق هذه المنظومة. اليوم هذه المنظومة تهدف إلى أن تقدم لكل من يرغب بالدخول في هذا القطاع المعرفة من أول معلومة قد يحتاجها، بالتناقل إلى دراسات الجدوى، إلى تخطيط الأرض، إلى كم الإنتاج الممكن، إلى آليات التسويق المبتكرة، إلى بيع المنتجات، إلى تحقيق العائد الربحي، وإلى الفقه الحقيقي لمفهوم المزرعة الحديث، في أن المزرعة ليست مجرد أرض لإنتاج خضروات أو فواكه ونقف عند هذه النقطة. المزرعة واحة قد تخلق آلاف المعطيات والفوائد للأشخاص وللمجتمعات، ولكن لابد أن نسلط الضوء، وهذا ما راح يتبين من خلال طرحي لمجموعة غراسيا وأبعاد كل شركة من شركات هذه المجموعة. طبعاً شرفت العام الفائت بزيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وكان الدعم الذي لا أنساه واللي خلاني ممكن أتواصل أو أبذل مزيد من الجهد لحققها للمستقبل. وكذلك شرفت بزيارة معالي مريم المهيري وزيرة البيئة والتغيير المناخي عدة مرات، والعديد من الوزراء والشيوخ جزاهم الله خير شرفونا في هذا العمل، وكرمنا بمجموعة كبيرة من الجوائز داخل وخارج الدولة كنظام أو موديل يعتبر الأول من نوعه، ويضم كل ما راح أتطرق له في السلايدات القادمة. طبعاً مجموعة غراسيا هو النموذج الأول عالمياً للمزرعة الشاملة، والشمولية هنا ليست مقترنة فقط بموضوع المنتجات كأعلاف وأسمدة وغيره في السيركل الحياتي، لا، الشمولية أبعد من ذلك في استثمار الأراضي الزراعية بمفاهيم يعني تدفع هذا القطاع نحو قمم مستقبلية مشرقة. اليوم نحن حتى نبني جيل لابد أن نبدأ نستثمر في مزارعنا محطات لتدريب وتأهيل الأجيال المستقبل. لذلك راح تشوفون معي في الخطوات خطوة أو شركة تلو أخرى. المجموعة أول شركة فيها هي مزارع، شركة مزارع غراسيا. دور هذه الشركة تعمل على، أو الإدارة في هذه الشركة تعمل على إدارة كافة المزارع، نفس مثل ما تسمعون اليوم نظام شركة أوبر أكبر شركة للتكاسي في العالم ولكن لا تملك سيارة واحدة. نحن اليوم ندير عدد ضخم جدا من المزارع داخل وخارج الدولة، ونحن نملك أرض زراعية واحدة اللي هي المذر فارم اللي تدير كل هذه القطاعات. تسويق المنتجات نفس الشيء، اليوم تحدي جدا كبير في موضوع الخطط الإنتاجية للمزارع، في موضوع قراءة احتياجات المزرعة للكم الإنتاجي، في موضوع ملايين النباتات اللي موجودة في العالم وما زلنا نمشي خلف قناة رسمت لخمسة سبع عشر أصناف من المنتجات، والبحث العلمي صار يعني مقتصر على بعض المختبرات اللي نحن الآن نعمل على نشر ثقافة البحث إلى تجاوز حدود المنتجات التقليدية اللي استمرينا على مدى سنوات ما تنوعنا فيها. في كل صنف من الأصناف اكتشفنا أن هناك العديد من المنتجات الممكن زراعتها بتجارب، وبذلك نقدر نوجه المزارع على الإنتاج وفق ما يخدم المنتج الزراعي، وتقليل كل ما يتحمل من تكاليف ومن من من استهلاكات آليات التغليف وتوفير الخطة الزراعية والاستشارات الزراعية، فنكون نحن مثل الدليل لكل البروسيس from A to Z لأي مزرعة أو شخص يبقى يدخل هذا القطاع في ملف الإنتاج الزراعي أو الثروة الزراعية. عفواً. غراسيا للنظم الزراعية بدأت تتعامل مع النظم الزراعية
ليس على وفق النظام الزراعي للمزارع فقط. بدأنا نصغر، ومن مهارات الإبداع والابتكار اليوم قد يكون في تصغير بعض الأمور وتكبير بعض الأمور أو فصل أو دمج في كثير من النظريات في العالم اليوم، مثل نظرية تريز اللي تكشف للناس كيف تبدأ في خلق ابتكارات حتى تخدم هذا القطاع. فمن ضمن ابتكاراتنا تجاوزنا حدود مفاهيم فقط الزراعة المائية، انتقلنا بالزراعة المائية لابتكار نظام اسمه الأورجابونيك اللي يجمع الزراعة السمكية والأرضية الأورجانيك والزراعة المائية في آن واحد، وهذا النظام اللي تم إطلاقه بزيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. نبى ننشر ثقافة وفكر الزراعة المنزلية. الزراعة ليست حكر لمن يملك مزرعة، الزراعة اليوم لكل من يملك أرض في سطح، في فناء أرض، في بيته، في داخل مطبخه، في غيره. اليوم التكنولوجيا خدمتنا في أن نقدر ندخل كل مكان ونقدر نزرع في أي مكان ممكن، يعني نجد فيه مساحة وقليل من الماء نتمكن من الزراعة. فابتكرنا نظام سميناه المجلس الأخضر اللي تشوفونه قدامكم، عبارة عن 6×6 متر ممكن ينتج إنتاج تحتاج الأسرة في المنزل، وكذلك تقدر تقضي وقت داخل هذا المكان. وهذا نموذج من النماذج اللي تشوفونه أمامكم في الصورة اللي فيها طقم الكنب، هذا لأحد عملائنا كيف بدأ يزين المكان وكيف بدأ يزرع في أبنائه طرق حديثة، وكيف نزرع داخل بيوتنا. والمسألة ليست مقترنة فقط بكم ننتج ونوفر من المال، اليوم في أبعاد كثيرة لابد ننشرها عن مفاهيم أثر الزراعة في حياتنا أو دور الزراعة في حياتنا. فطبعاً جراسيا للنظم الزراعية ابتكرت الكثير من النظم التي تخدم هذا القطاع، بالإضافة إلى آخر ما توصلنا له اللي هو البينك فارم والمزرعة النسائية الأولى في العالم، لنمكن جميع نساء الأرض أن تقدر اليوم لو ما عندها مزرعة تأخذ جزء من النظم الزراعية وتستأجر هذا المكان لتبدأ تعمل وفق عادات وتقاليد بعض الدول المحافظة، في أن يتمكن الجميع من خوض هذه التجارب. ففئات المجتمع اللي نستهدفها من خلال جراسيا للنظم الزراعية هم كافة الفئات من الأطفال حتى كبار المواطنين في الدولة. بعد ذلك النظم الزراعية مثل ما تشوفون قدامكم، بس عفواً هذه خلنا نشيلها من الأمام. طيب، فالنظم الزراعية اليوم الحديثة مختلفة. فكنت يعني الآن قبل المحاضرة هذه في لقاء مع بعض الأخوة في محاضرة قبلها، يعني المسألة اليوم لابد أن نبدأ نتعاطى معها وفق حاجتنا للمستهدف، هي وسائل لغاية أكبر. والمسألة أحياناً نتغافل أو نمشي في اتجاه أن نبحث عن التكنولوجيا اللي ممكن قد تكون ضارة أحياناً، ولكن نحن نبحث عن التكنولوجيا الآن اللي تخدمنا فعلاً لوصول لمستهدفاتنا الحقيقية ونشر الثقافة بالشكل الصحيح. طبعاً في وجود الأرض أو المزرعة الأم في مجموعة جراسيا وجدت فيها كل أنواع الأنظمة الزراعية، والأورجابونيك هذا النظام المبتكر من خلال مجموعة جراسيا باللي ذكرت لكم إياه، وهناك نظام الزراعة العضوي والزراعة السمكية ونظام الزراعة المائية. وطبعاً من خلال هذا الحديث أوجه دعوة للجميع، من يرغب بزيارتنا يسعدنا أكيد هذا الشيء ونتشرف فيه. طيب، جراسيا جروبيس أو جراسيا لزراعة السمك، هذه الشركة تخصصها أو اللي تقوم فيه كيف نستثمر أراضينا الزراعية لحل مشاكل الأسرية من خلال الطبيعة، مركز لدعم الصحة العقلية والنفسية من خلال أنشطة وفعاليات هادفة. هنا ننطلق إلى صورة حديثة لمفاهيم المزرعة اليوم. المزرعة نحن نبحث عن شرح وافي لمفاهيم المزرعة لمستقبلنا، كيف تعيد أثر لنا وكيف نبدأ نحقق إيرادات ربحية خارج نطاق النظام التقليدي المتبع، إلى ابتكارات حديثة في آليات الاستفادة من المزارع، إعادة الناس الطبيعة وتفعيل أثرها على المجتمع. اليوم كثير من عملائنا الكرام من بدأوا يزرعون في منازلهم أو يستخدمون النظم الزراعية أو أصحاب المزارع،
إذا كان الشغف اليوم يدفعك نحو المال فقط، فيختلف من الشغف اللي راح يدفعك نحو المال والأثر من خلال هذه الأعمال الزراعية اللي ممكن تعطي نتائج من أصغر شخص في هذا البيت إلى أكبر شخص. مشاكل كثيرة عند أبنائنا اليوم بسبب انغماسه في موضوع التكنولوجيا وأجهزة والأجهزة الإلكترونية، وجدنا حلول كثيرة بترابطهم مع الطبيعة ومع الحيوانات ومع الأرض نفسها، وعندنا هناك يعني مجموعة كبيرة من المبادرات المجتمعية اللي من خلال غراسيا لزراعة السلام نقوم فيها. غراسيا للتدريب والتطوير المهني طبعاً ابتدأت بمجموعة بسيطة من الدورات التدريبية قبل من كورونا، كنا نستقبل براحة أكبر طبعاً، استقبلنا أعداد لآلاف الطلاب المدارس لنشر هذه الثقافات ونقل هذا الأثر الفعلي من أرض المزرعة. اليوم أصبحت المزرعة نموذج مختلف تماماً عن ما عهدنا في السابق. انتقلنا إلى برام اتفاقية مع أكاديمية دبي ريادة الأعمال في عمل دبلوم مهني لريادة الأعمال الزراعية اللي يأخذ الشباب في خلال برنامج غراسيا للتدريب أو برنامج غراسيا لريادة الأعمال الزراعية اللي يبدأ بالمعرفة وينتهي بعد ذلك بالتدريب الميداني حتى يصل إلى التمكين، لنوصل إلى مفهوم الشمولية في المعرفة حتى يوم يخوض المرء أمر يخوض وهو محمل بكل المعدات اللي ممكن تسعفه أو تأخذه إلى النجاح. وهنا بيت القصيد، اليوم أنا سهل أوفر بيت بلاستيكي لأي مزارع، لكن المزارع هل يحتاج فقط بيت بلاستيكي أو خبرة أو مهندس زراعي أو تسويق أو محاسبة؟ أو هو يحتاج إلى جملة من المعارف لابد أن يمتلكها ليرسم مسار صحيح للمستقبل ويحقق النتيجة المطلوبة. غراسيا للثروة الحيوانية نفس ما ذكرت لكم غراسيا فارم، هي كذلك تقوم بمتابعة كل ما يمكن إنتاجه من الثروة الحيوانية وتسويق هذه المنتجات لأصحاب المزارع وفتح منافذ بيع حتى نبدأ نقلل التحديات اللي تواجه كثير من أصحاب المزارع، خاصة اللي يدخل في بداية الأمر تواجه كثير من التحديات فيحس أنه أحياناً عنده حائط صد لن يعني لا يستطيع أن يستكمل هذا المشوار. ولكن أكيد بتضافر الجهود وبدعم الحكومة اليوم عندنا أكيد راح نحقق النتائج مثل ما حققناها في السابق، راح نتقدم بشكل قوي جداً في المرحلة القادمة. هنا موضوع مهم جداً إلى موضوع الصناعات الغذائية أو الصناعات التكميلية، هذه من اختصاصها كيف نخلق من منتجاتنا الحيوانية أو الزراعية مشتقات تحقق لنا عائد ربحي وتمكننا من حفظ كثير من المنتجات لمدة أطول، فبالتالي راح تكون هناك معاني الاستدامة بالصورة حقيقية وبصورة واقعية أكثر. طبعاً بحكم أن مشروع أو مجموعة غراسيا متشعبة كثيراً جداً، ولكن راح أحاول بعجالة أسرد كل ما يتعلق بمجموعة غراسيا كتصور حتى يكون في مجال إذا حد عنده أي استفسار أو سؤال بهذا الخصوص. غراسيا لإدارة الفعاليات، كثير من الناس يقول لك إدارة فعاليات يعني شو دخل المزرعة في موضوع إدارة فعاليات؟ نحن نقيم الفعاليات. اليوم أنا عندي مجتمع مستهدف، هذا المجتمع لابد أخلق نموذج ليقدر أوصل له هذه المعلومة. أنا اليوم لو قعدت أتكلم خلف الشاشات راح أوصل لنتيجة، ولكن لو أصبحت هناك واحات معرفية فعاليات تدار لنشر هذا الوعي ولنشر الصورة الحقيقية، لأن المزرعة هي باب خير كبير والمزرعة لها أثار كثيرة، أكيد راح نجد أثار أفضل من أن فقط نختزلها في مثلاً مكاتبات أو في محاضرات رسمية. فاكتشفنا من خلال عديد من الفعاليات اللي شاركنا فيها إن هي أكبر نقطة التقاء تجمعنا بالمجتمع وأكثر نقطة تحقق لنا أثر من خلال كل ما قمنا فيه من فعاليات سابقة. غراسيا للتكنولوجيا، طبعاً هنا للتكنولوجيا حديث عميق. التكنولوجيا اليوم أكيد لها أثر، ولكن في بعض الأوقات نكتشف أن هناك من يستخدم التكنولوجيا لأغراض قد تكون مشروعة تجارية،
ولكن إما تستخدم التكنولوجيا لتقلل الكلفة التشغيلية فتحقق مزيد من العوائد المالية، هنا معنى الحقيقي لاستخدام التكنولوجيا لتوفر مياه لتسترشد الكهرباء بطريقة فاعلة. عندما تسقط في أرقام وتبدأ توصل إلى المنتج ليد المستهلك تكتشف أن فعلاً هذه التكنولوجيا خدمتني لتخلق الاستدامة في مستقبلي. أما التكنولوجيا اليوم التي أعطيكم على سبيل المثال لا الحصر الفيرتيكال فارمينج، الكثير ينادي عن مبدأ الفيرتيكال فارمينج اليوم بطريقة يعني قد تكون يعني غير صحيحة. ليش؟ لأن اليوم الفكر الارتفاع هذا وجد في مناطق ضيقة جداً، نفس اليوم تشوفون التمدد العمراني تلقى الأبراج والبنايات في الداون تاون، بس كل ما تطلع في المساحات المفتوحة يبدأ التمدد أفقي. اليوم نحن الشمس متوفرة عندنا، فهناك فائدة من الفيرتيكال أكيد. ومن ينادي بهذا الفكر بيقول لك الحفظ والإغلاق والحماية، نعم، ولكن أنا أخلق في المقابل لكل ابتكار أو فكرة راح تولد عندي كلفة تشغيلية. هل هذه الكلفة إذا وضعت على كم الإنتاجي راح تمكنني من بيع المنتج وتحقيق عائد ربحي؟ فإذا كان الجواب نعم فانطلق نحو ما تسعى إليه. أما إذا كانت الفكرة أني أستخدم تكنولوجيا وقلل المياه أو أسترشد الكهرباء في مقابل أصبح قيمة الكيلو اللي لو ارتفع يعني في قمة سعر البيعية 3 دراهم وأنا في كلفة تشغيلية وصلت إلى 5 دراهم، فمعناته أنا مشيت باتجاه معاكس تماماً لمبدأ الاستدامة والنجاح لمستقبل فعلاً مشرق. فالتكنولوجيا لابد أن نتأكد أو نسعى تجاه التكنولوجيا وفق ما يكمل وما يعزز مستقبلنا الزراعي، وليس فقط أن أنا والله أوجدت هذه التكنولوجيا فبالتالي ما حققت لي العائد الربحي الصحيح. فدائماً نلقى من يسعى خلف هذه التكنولوجيا يعني ينسى أو يتغافل أحياناً عن ما راح تولده التكنولوجيا من كلفة للمنتجات اللي موجودة عندنا. فلهذا السبب وجدنا جراسي للتكنولوجيا لتعمل على خلق التكنولوجيا أو تستقطب التكنولوجيا النافعة اللي تخدمنا فعلاً لمستقبلنا الزراعي. فهذه من الأمور اللي يعني يمكن كثير من الناس اليوم حتى في موضوع إدارة المشاريع، اليوم نظام الـ ERP في موضوع إدارة الأعمال، دراسات الجدوى وإدارتها من خلال التكنولوجيا. التكنولوجيا ليست مقتصرة في هذا القطاع على فقط النظام الزراعي المبتكر، التكنولوجيا في تطبيقات التسويق، التكنولوجيا دخلت عندنا في كثير من الأمور، ولكن وفق معايير صحيحة، معايير تحقق لنا عائد ربحي. وفي المقابل قد يقول قائل التكنولوجيا ممكن تحقق لي شوف مميز في مجال يلفت الأنظار لهذا المشروع، ما يمنع ذلك، ولكن حتى أسوي تسويق للفكر التكنولوجي بالشكل العموم لابد أسوقه وفق ما يقدمه أو تقدمه لهذه التكنولوجيا. جراسيا للتجارة العامة طبعا تقوم بدورها في جمع كافة المواد والمنتجات الخامة التي تخدم فعلا قطاعنا الزراعي وتوريدها سواء من خارج الدولة أو داخلها. طبعا نحن كذلك قمنا بأعمال الآن في مجموعة من الأراضي، مثل ما سمعته اليوم في شركات السيارات يقول لك هذا المنتج أمريكي ولكن تجميع الصين، نحن الآن نعمل على فكر منتج إماراتي زرع خارج الإمارات لنحقق أمن غذائي. هناك كثير من المنتجات قد تحتاج إلى درجات من الحرارة ما توصلها دولة الإمارات ولا يمكن زراعتها، ولكن إذا بدأنا ندير أراضي بشكل منمق بهذه الطريقة نتمكن من إنتاج منتجات زرعت بأيدينا خارج الدولة، وهذا ما نعمل عليه بشكل يعني مكثف خلال هذه الفترة. وفي نفس الوقت هناك الأشقاء، وهذا من الأشياء اللي تعلمناها من زايد رحمة الله عليه، دائما يوم ننظر إلى المستقبل
لا ننظر إلى المستقبل باختزال أنفسنا فقط، دائما ننظر بمنظور عام لكافة البشر في العالم. جراسيا للسياحة الزراعية كذلك هي نقطة الالتقاء اللي ممكن نجمع فيها المجتمعات أو الفئات في المجتمع ونخلق واحة للترفيه الزراعي المبتكر. وكل ما تطرقنا له طبعاً اللي تلاحظون أمامكم من رسومات ومن تنفيذ ومن بناء ومن زراعة وكيف نبدأ نخلق صور حديثة طبعاً لمفهوم المزارع، نعمل على ذلك. الصورة اللي فوق تشوفونها أمامكم هذه الآن جزء من مزرعة أحد الأخوان في مدينة سويحان، مملكة الفلفل. راح تكون هاي المنطقة عبارة عن ميني جرين هاوسز لزراعة جميع أنواع الفلفل في العالم، وفي محطة للصناعة الغذائية من هذا الفلفل، وكذلك في واحات للناس تقضي يوم كامل وتتعلم كل ما يتعلق بالفلفل في العالم. وعلى نسق هذا الفكر أوجدنا 84 نوع من الأصناف راح تكون مملكاتنا القادمة، مثل الأوليفيرا ومثل المشروم وغيرها من المنتجات. المزرعة اللي أو الصورة اللي تحت عبارة عن مشروع يضم البينك فارم، مزرعة نسائية الأولى في العالم، والسياحة الزراعية وكذلك عدد كبير من النظم الزراعية والصناعة الغذائية. بهذه الشكل أو بهذه الصورة نبدأ نرسم خارطة الطريق لمفهوم حديث للمزرعة الحديثة اللي تستقطب جميع الكوادر. مثل اليوم عدد كبير من الشباب في الموسم الأول في دبلوم ريادة الأعمال، والموسم الثاني الآن اللي بدأ مع الخدمة الوطنية في دولة الإمارات، اكتشفنا أن هناك شغف عند الكثير من الشباب اللي بدأوا العدد لا بأس فيه منهم بمشاريعهم بمرافقتنا معهم حتى نصل إلى العالمية بمشاريعنا. تمام. ابتكار المزارع لتقديم خدمات سياحية بصورة غير تقليدية، ولهذا السبب الأمر شامل، لابد حتى نحقق تطلعاتنا. هناك مجموعة تعمل على أبحاث، مجموعة تبحث على أصناف حديثة من المنتجات نزرعها في بلادنا، مجموعة تعمل على السياحة الزراعية وتسويق منتجاتنا في الزراعة، مجموعة تعمل على نشر الثقافات. عندما ننظر إلى الموضوع بهذه الصورة نصل إلى النتيجة اللي نتطلع لها. طبعاً أمامكم هذا في أرض المزرعة عندنا الأم، كان في لقاء اللي هو تابع لمجلس الشباب الشيخ محمد بن زايد، كان يعني تشرفنا بزيارة كريمة من وزيرة تنمية المجتمع معالي حصة أبو حميد، ووزيرة الأمن الغذائي كانت سابقاً الآن معالي مريم مهيري وزيرة التغيير المناخي والبيئة، وبدأنا نرسم هذا الجرين هاوس اللي شرحته لكم قبل شوي للمنازل حتى كل إنسان يتمكن. أصبح قاعة لاستوديو زراعي تنبث حلقتهم من خلال هذا اللقاء. هنا ننطلق إلى خلق صورة حديثة مشعة مليئة بالأفكار ومليئة بالعديد من الصور الحديثة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية. الابتكار الزراعي لمواجهة التحديات الزراعية، هذا أمامكم الآن هو الفيرتيكال فارمينج، ولكن بنظام ما يستخدم الـ LED light بأشعة الشمس المباشرة على النباتات، ويحقق لنا كم من الإنتاج عالي. طبعاً ندعو الزراعة المائية بحكم أنها تمكننا من ترشيد الكثير من المياه والتحكم في العناصر الغذائية اللي يأخذها النبات، فبالتالي تمكننا من زراعة ما ترون أمامكم على مدار العام في الصيف وفي الشتاء، ما توقف عندنا الزراعة في هذه النظام. هذا النظام أمامكم نظام تم استيراده في بداية المشروع من إسبانيا، عبارة عن نظام الـ NGS Smart Greenhouse، تحكمه من خلال تطبيق إلكتروني. قمنا كذلك ما وقفنا عند هذا الحد، طورنا هذا النظام لنزيد من الكم الإنتاجي فيه للمستقبل، والحمد لله الآن في صدد التعاون إلى خلق نظام يزيد كمية الإنتاج إلى 3.5 أضعاف الكمية اللي وجد عليها النظام سابقاً. هذا النظام طبعاً اللي أورجابونيك اللي ذكرتكم إياه، اللي هو الزراعة الأرضية والمائية، في مثل ما تشوفون
وحوض الأسماك في المنطقة الخلفية مرتبطين بارتباط مع بعض. وطبعاً ما زلنا في كثير من الأبحاث واجهنا تحديات، وأكيد اليوم قامات مثل الإخوان الموجودين معنا نستفيد منهم في دعم يعني هذه الكوكبة من الأعمال حتى فعلاً نصل جميعاً إلى ما نتطلع له في هذا القطاع. ابتكرنا مجموعة من النظم المصغرة، منها أصغر جرين هاوس للأطفال في العالم، لنمكن هذا الطفل من أن يبدأ يشعر أنه هو مزارع فيبدأ يكبر، وبعدها الصورة اللي في المنتصف هو كذلك بيت زراعي منزلي، بعدها البيت الأكبر، حتى نصل بهذا الطفل بالمعرفة والتكنولوجيا إلى أن يكون رائد في قطاع الزراعة. اليوم ننظر لهذا الموضوع بمنظور دولة، نبدأ ننظر كيف نخلق جيل يخلفنا بكرة في مزارعنا، وبهذا فعلا بدأنا نجني ثمار كثيرة من خلال ما قمنا به. المزرعة الشاملة طبعا هنا نموذج، ويعني أنا أحاول أتعجل يكون هناك متسع جيد من الوقت للحوار. نموذج المزرعة الشاملة طبعا ما نقوم به الآن في جميع المزارع، أول ما يوصلنا أي صاحب مزرعة اليوم نبدأ نأخذ قراءة لهذه الأرض، وأبدأ أوصل هذا الشخص أقول له هناك من يزرع الاكتفاء الذاتي، هناك من يزرع ليزيد كم الإنتاج، وهناك من يدخل بشغف ليكون رائد عمل زراعي. ريادة الأعمال تأخذ مسار، والإنتاج أو الكم الإنتاجي يأخذ مسار آخر، والاكتفاء الذاتي في الإنسان اللي يقيم استراحة مصغرة ويضع كم إنتاج يكفيه ويكفي محيطه من مجتمعه. فنبدأ نقرأ فكرة صاحب المزرعة وتطلعاته وقدرة المزرعة وكم المياه اللي فيها وملوحة المياه. طبعاً الفترة أو الأسبوع هذا أضفنا شركة جديدة اللي هي غراسيا لمعالجة المياه، معانا بعد أخونا عدي موجود معانا الاستشاري وخبير المياه، حتى يعني يجد كل من يخوض هذه التجربة أو يخوض استثمارة لمزرعته أو يبقى يستفيد من الإنتاج الزراعي في سطح بناية أو في سطح مول أو في واحد أو في جامعة أو للطلاب أو لنظم زراعية داخل المنازل، يجد كل ما يحتاجه مظلته في هذه المجموعة اللي تقدم كافة الخدمات من الـ A to Z. فهذا التصور اللي تشوفونه قدامكم هو عبارة عن نموذج للمزرعة الشاملة، كيف نقدر نحقق فيها ثروة حيوانية، أعلاف، أسمدة، وتبدأ تدور هذه الدائرة للإنتاج، وكيف يبدأ يطلع المنتج والراجع الدمج اللي يرجع كيف يوصلنا فيروح للأعلاف والأسمدة، وجود الأسماك واللوب هذا كامل راح يحقق، وما غفلنا على منطقة الاستراحة لصاحب المكان. بهذه الطريقة يستثمر كل متر، ومن تجاربنا الفترة الماضية حتى في ممرات المزرعة عملنا أقواس لنزرع كافة الممرات في الأرض الزراعية الأولى، نختبر في الأرض الأم وبعدها ننشر هذه الفكرة والثقافة لكل المزارع اللي تعتبر تابعة لمظلة مجموعة غراسيا. طبعاً والآن نعمل على النزول في البيس من تحت الأرض بهدف أن خلال الخمس سنوات القادمة راح نخلق مزرعة تحت المزرعة اللي موجودة الآن. فبهذه الطريقة في ناس طلعت بالفيرتيكال لفوق، نحن راح ننزل لباطن الأرض عند الاحتياج بعدما نكمل السطح أو المنطقة الخارجية للمزرعة بشكل الكامل. هنا طبعاً بعد ما يرسلوا لكم الأخوة بعض القراءات كيف نبدأ نشوف نسبة الإنتاج والاستهلاك والفاقد والمبيع الشهري، ونعم عملنا بعض التقديرات على الإنتاج الزراعي طبعاً فقط. أكيد الصناعة الغذائية ومهارات اللي يمتلكها الشخص تلعب دور كبير في كثير من هذه الأرقام. التخطيط الاستراتيجي للقيام بمشروع ناجح، هنا يعني من كثير أو تحدي من التحديات الكبيرة اللي تواجه كثير من الأشخاص اللي يخوضون هذه التجربة، يبني بيت يسألك سؤال كم راح أدخل ويغفل عن
ماذا أحتاج لأشغل هذا البيت؟ شو المسارات اللي أنا أحتاجها ليحقق تطلعاتي في المستقبل؟ كيف أستثمر باقي الأمور؟ فالمفاهيم أو عملية التخطيط الاستراتيجي في النجاح في مشاريع الزراعة قد يكون مختزل عند كثير من الأشخاص، لذلك يركز على جانب ويغفل عن جوانب أخرى، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك مشاكل تواجهها أو تحديات قد تسبب يعني تراجع في نجاح هذا المشروع. فالتوصيف والتقييم المنهجي للمزرعة ووضع استراتيجيات للتعامل الفعال معها، طبيعي لن يكون كل صاحب مزرعة يملك الفقه الاستراتيجي بهذه الصورة، ولكن يوم يعلم أنه في حاجة لوضع دراسات جدوى يستطيع أن يبحث عن الممكنات اللي تحيط حوله أو من سبق أو القصص الملهمة ليستفيد من هذه الفرص وينتقل محطة وأخرى حتى يبلغ ما يتطلع له في المستقبل ويحقق النجاح والأثر ويبدأ يرسم ما يعني يطمح له، هل طموحه أو سقف طموحه فيما يملك داخل دائرته، أو سقف طموحه لتغيير فقه الزراعة في دولة الإمارات، أو سقف الطموح لتغيير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية على مستوى العالم. فباختلاف الطموحات تختلف النتائج. تطوير إمكانيات المزرعة للتعرف على تحليل الفرص والقيود والتهديدات وتقويمها ووضع سبل التعامل الفعال معها. اليوم كثير من الناس يعني من القصص اللي أحاول أمر عليها مرور سريع، تجد أشخاص يملك من الفرص ولكن غير مدرك لوجود هذه الفرص حوله، وبالتالي الإمكانيات هذه راح تتطور بالنشر الثقافي الاستراتيجي لكل المعارف في هذا القطاع. تدعيم قدرة المزرعة في تحديد نقاط القوة والضعف لديها وتحديد متطلبات التعامل الفعال معها. هنا نأخذ بأيدي المزارعين لينتقل من محطة النظام التقليدي البسيط إلى فقه حقيقي شامل كامل لتحقيق تطلعات ناجحة. توفير أدوات التنبؤ والتقدير لاتجاهات المزرعة. اليوم قراءاتنا واستشرافنا للمستقبل من خلال كثير من الأبحاث وكثير من التجارب في أرض الواقع خلقت لنا تصور وقراءة واضحة للمستقبل، خصوصاً أن اليوم في دولة الإمارات يعني نتميز بدعم حديث من قيادتنا الرشيدة، ولهذا السبب نسعى فعلاً أن نرد هذا الجميل بجهود وبقراءة صحيحة لمستقبل الإمارات والعالم في قطاع الزراعة. تحديد وتوجيه المسارات الاستراتيجية للمزرعة. هنا طبعاً يوم نبدأ نأخذ أصحاب المزارع وفق هذه الأطر أكيد راح يبدأ ينظر للرؤية وفق مسارات واضحة وأهداف مقننة. المسألة لن تكون بعد اليوم عبث، لابد ينظر للمشروع كعناصر، عامل غير نظام غير منتج غير دعاية وإعلان غير تسويق غير صناعة غذائية غير باقي المنتجات المساحات كم ممكن أنتج. كثير من الأمور إذا بدأت تأخذ بعين الاعتبار وفق التخطيط الاستراتيجي راح تتغير كثير من الأرقام وراح تتغير بالتالي كثير من النتائج. تحديد وصياغة الغايات والأهداف الاستراتيجية. اليوم من الخطأ الكبير أن تخلق لنفسك استراتيجية ما تربط بأولويات وأهداف الدولة حتى تكون متناغمة مع رؤية الدول أو رؤية العالم. لابد أنك تخلق وتصيغ غايات وأهداف استراتيجية تأخذ بك إلى طموحك وتمشي باتجاه الرؤية للعالم من خلال ما نقرأه اليوم من كثير من السياسات والتوجهات حول العالم وداخل دولنا. طبعاً بالتأكيد ساعات المستشار دقيقة وبدنا نبتدي نطرح الأسئلة بعد إذنك. طيب أحاول أختم. تأكد من ربط الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الربح والاستدامة في العمل القطاع الزراعي. طبعاً بعجالة دولة الإمارات وتوجهها اليوم نحو الأمن الغذائي، مؤشر الأمن الغذائي العالمي حلول 51. نحن الآن نعمل بإطار أن نمشي من خلال هذه الأعمال. تطوير الإنتاج المحلي المستدام. اليوم الأشياء اللي نحن نسعى
باتجاهها بكميات أكبر من المنتجات، تفعيل مبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بمقطاع الإنتاج الزراعي أو تسهيل إجراءات التعاقد الزراعي ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية. مشوار طويل نمشي من خلاله لنصل إلى المستقبل. خلنا نسرد معلش على السريع من دقيقتين. موائمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين إنتاج محلي. طبعاً اليوم إحنا نمشي بهذا الاتجاه لنقلل الكلف ونحقق النتائج بكافة التحديات، الحد من فقد وهدر الغذاء. أتوقع هذه النقاط يعني معلومة أكيد للجميع. إيجاد بنوك الطعام متعددة على امتداد الدول، كل هذه الأمور نمشي باتجاهها من بعدد كبير جداً من البرامج اللي تحقق لنا ما نتطلع له. ضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، إيجاد برامج تدريبية تعني بالسلامة الغذائية الوطنية، ومنها الدبلوم والنشر والثقافة وكثير من الأمور اللي نقوم فيها. الدبلوم طبعاً ذكرت لكم إياه الآن قائم في موسمها الثاني وموسمها القادم إن شاء الله على مطلع العام. وادي التكنولوجيا حكومتنا اليوم قدمت واحة بالنسبة لنا داعمة، وتأخذنا أكيد إلى خطوات قد لا نستطيع أن نقوم بها كأشخاص، ولكن بهذا الدعم راح نصل. شكراً لإصغائكم، يعني أنا حاولت أمشي بسرعة البرق وإن شاء الله أكون يعني وفيت ما يعني نبل وصلة للجميع. والمايك عندكم، شكراً وجزاكم الله ألف خير. شكراً، شكراً لحضرتك سعادة المستشار على المحاضرة القيمة. ونبتدي نعطي الأسئلة للبروفيسور دكتور فراس زيود. تفضل دكتور فراس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم مساء، وأحلى تحية من عمان من المملكة الأردنية الهاشمية. كما أنا سعيد في هذا اللقاء، وهذا ثالث أو رابع لقاء حقيقة أشارك فيه مع دولة الإمارات العربية، وتحية للمستشار عبد الوهاب زايد و الأمين العام والمتحدث المستشار الحامد الحامد. سؤالي بسيط، كم تمنيت عليك سيدي حقيقة أنه بس تطرح لنا قضية، أو كنت أنتظر أنا يعني أي تكنولوجيا زراعية أو أبكار زراعية أو أجريكالتشر إنوفيشن، يعني لو كان عندك حالة خاصة. وسؤالي مثلا برك الاستزراع السمكي، هل تم استخدام هذه المياه لزراعة أصناف أو نباتات؟ وهل أفرقت هذه النباتات عن نباتات أخرى؟ يعني محاضرتك قيمة، وما شاء الله هذه الشركة رائدة جدا، وهي دعم للإمارات وإن شاء الله للوطن العربي. ولكن ما تمنيته هو أن تركز على بعض الفكرات الزراعية. إذا الواحد لو أخذ فكرة أو فكرتين، ما هي هذه التكنولوجيا؟ ما هي هذه الابتكارات؟ ما هي هاي الأجريكالتشرال إنوفيشنز التي تم استخدامها في مثل هذه المزارع، سواء في الإنتاج الحيواني أو النباتي أو اللي هو توفير المياه، لكان استفاد منها يعني أو استفدنا منها وقد نطبقها سواء في الجامعات الأردنية أو الجامعات العربية. ولكن أشكرك حقيقة على هذه المحاضرة القيمة. طيب، طبعا مشكور يا دكتور فراس، ويعني اللي ما أود أن أتطرق له اليوم التحدي الأكبر اللي نحن اليوم في صدد. أكيد اليوم في كثير من الشركات في العالم تخلق جملة من الابتكارات من ضمن الزراعة المائية، ومثل ما نحن اليوم بدينا نتعامل مع هذه الابتكارات، سواء ما نستجلبه إلى الدولة أو ما نبتكره نحن داخل الدولة في التعاطي وفق معرفتنا الصحيحة لبيئتنا اليوم في دولة الإمارات. ولكن التحدي الأكبر من خلال دراسة حثيثة في مجال ما يعيقنا اليوم كمجتمعات من خوض التجارب الزراعية والنجاح والوصول، بحيث أن اليوم إذا هناك وجدت 1000 مجموعة من مثل مجموعات هذه العمل، وبدأ يدخل آلاف من رواد الأعمال من خلال التجارب المستمرة في الميدان، راح نكتشف أن هناك العديد من الحلول. يعني مثال يا دكتور، كثير من الأشخاص اليوم تسأل تقول لي يا أخي في صيف الإمارات كم نبتة ممكن نزرع؟ قرأت في مقالة أن هناك 12 مليون
صم ما بين النباتات البرية والبحرية اليوم، هل يعقل أن 12 مليون صنف خلقه الله عز وجل من النباتات في العالم أي أقابلها من يقول لي مهندس 4 نباتات فقط أزرعها في صيف الإمارات؟ هذا المبدأ مرفوض جملة وتفصيلا. فلذلك المسألة هي في خلق فورمولا معادلة، هذه المعادلة تأخذ كل قطاع على حدة بخلق جيل مستقبل، وكذلك في إيجاد تحديات وحلول قد تشغلنا أكثر من نوع التكنولوجيا. اليوم كل التحديات الزراعية لها حلول، وصلنا بتحدي بعلاج لشيت مائي، يعني شيت قماشي من كندا. طبعا نحن نستقبل طلاب الجامعات الانترنشيب لنبدا ننقل لهم هذه الثقافه من خارج الدوله، من اوروبا ومن داخل الدوله من الجامعات. فقدم لنا مجموعه من الطلاب شيت يمر عليه الهواء فيبدا ياخذ الرطوبه من الهواء فيكون لنا الماء. نحاول نوجد علاجات لترشيد مياه وكهرباء وغيرها من الامور. لكن اذا اليوم بني يشوف مثل الشخص اليوم دكتور اللي صاب حادث، يعني لا سمح الله، الله يكفينا وياكم الشر، فيدخل عند طبيب فبدال ما يعالج نزيفه قاعد يعالج للزكام. فنحن اليوم نحتاج الى علاج النزيف الاكبر في ثقافه وفقه الشموليه الزراعيه واثرها اليوم في حياتنا. هذا التركيز الاساسي اللي بنيت عليه هذه المجموعه، وما غفلنا اكيد في استثمار كل متر مربع في ارض الزراعه في ارض المزرعه، واعاده تدوير كل منتجات المزرعه لتقليل الكلف وتحقيق العائد الربحي، كذلك بالوصول إلى المستهلك، لأن كثير من المنتجات اليوم يعني تحرق بسبب السبلاير اللي يأخذ المنتج بأقل تكلفة على أساس يربح أكبر كم، مع أن اللي بذل جهد أكثر في هذا المنتج هو المزارع. فلا نحن نعمل على تكنولوجيا البيع، كذلك تكنولوجيا اللي هو كم الإنتاجي والتنوع الإنتاجي، فعندنا أكثر من معيار نستثمر هذه التكنولوجيا لتوصلنا النتيجة الأساسية والنتيجة الشاملة لكل ما سبق لك. شكراً على الإجابة، بس للجميع بعد إذنكم نخلي السؤال مختصر وبدون مقدمات على طول ندخل في السؤال من أجل الوقت ونأخذ أكبر كمية من الأسئلة. دكتور أشرف الفارق تفضل. بس أنا ميوت دكتور أشرف حضرتك. أيوة تفضل. السلام عليكم جميعا، أولا تحية مباركة من القاهرة للجميع، وتحية مباركة لجائزة خليفة على هذه السلاسل الرائعة من المحاضرات الافتراضية التي تفيد الجميع. وسؤالي لمعالي المستشار حامد، طبعا لقد أوفيت وأبدعت في محاضرتك الحقيقة. طبعا الفكرة فكرة عظيمة وفكرة نوبل وليها مقاصد نبيلة وتنعكس بالإيجاب أكيد على الأمن الغذائي العربي والعالمي. يمكن الفكرة حضرتك بدأت 2012 وإحنا دلوقتي 2021، ما مدى إنعكاس تطبيق هذه الفكرة المتكاملة لهذه المنظومة الزراعية الرائدة على الأمن الغذائي الإماراتي أولا؟ هل هذه الفكرة وإدارة المزارع داخل دولة الإمارات الشقيقة بهذه الطريقة أدت إلى تقليل الاعتماد على الصادرات من الخارج؟ أو مدى تطور البنية الزراعية التحتية في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهي دولة طبعا غير زراعية أولا وفيها التربة زراعية درجة الحرارة عالية مرتفعة جدا، هل تطبيق هذه المنظومة انعكس بالإيجاب على الكثير من الروافد بحيث أن احنا ممكن نطبقها فعلا ونعملها استنساخ في الكثير من الدول العربية الأخرى الزراعية؟ شكرا جدا لمعاليك وأفضتم وأبدعتم. الله يبارك فيك، طبعا تحية لمصر وأهل مصر. طبعا الآثار أو الطموح، سئل محمد بن راشد الله يحفظه في يوم الأيام من إعلامية، يعني كم حققت من أهدافك؟ فقالها 30%، وبعد كم من سنة قابلتها فقالت له كم حققت من أهدافك؟ قالها 20%، فقالت له ما سألتك قبل سنين فقلت لي 30 واليوم تقول لي 20، فنحن من تتجدد أسقف طموحنا يوما تلو آخر. فاليوم اللي حققناه الآن أكثر عن 700 منزل أصبح ينتج من منازلهم، تدرب تحت إيدنا من طلاب المدارس آلاف الطلاب زرعت في قلوبهم حب الزراعة، عدد المزارع كانت مزرعة مزرعتين الآن تجاوزت 200 مزرعة، بدأنا نعمل مع إخواننا في الأردن وناس إخواننا في مصر وفي غيرها من المزارع خارج الدولة لنشر هذه الثقافة، كذلك دول الخليج. الموديل هذا طبعاً
وضعه لخلق مستقبل زراعي يحتاج إلى وقت أكيد من الزمان، ولكن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من عديد من الجوائز اللي حققناها، الشغف اللي بدينا نشوفه، الدبلوم اليوم اللي توافد عليه أعداد، طبعاً ابتداءً كان بمجموعة بابليك عامة، الآن وصلنا مرحلة نبحث أنه لابد أن نسوي نسخ من هذا الدبلوم لنستوعب الأعداد التي توفد. بدأت تتعامل أصحاب المزارع وبدأوا يتعاملون مع مزارعهم وفق منظور حديث اختلف عن النظام السابق. أكيد نتائجنا راح تتجدد وتطلعاتنا راح تتمدد، ولهذا السبب يعني كل يوم عن آخر نتقدم خطوة، وبالتالي دعم الحكومة كذلك اللي قد يكون أحياناً يفوق توقعاتنا أخذ بإيدنا إلى نجاحات أكبر. وأكيد ما راح يعني نبخل يوم من الأيام أن ننقل هذا الفكر جملة وتفصيلا لإخواننا في كل الدول العربية وفي كل دول العالم. زارونا وفود من كل دول العالم، والحمد لله وجدنا الإشادة من الغرب ومن الشرق في هذا الموضوع وأثره، لأن هذا الموضوع أساسا في بناء القطاع بكل أركانه. هنا بيت القصيد، اليوم إن ركزنا في ركن راح يختل المبنى، ولكن بناء هذا القطاع بكل الأركان بالطبع راح يحقق لنا نتائج. وأتمنى بإذن الرحمن أن خلال الفترة القادمة، أكيد قدراتنا نحن كأشخاص أو أفراد أو قطاع خاص محدودة، ولكن كل ما تتجاوز الأمور يعني حدودها أكيد راح ننتقل بهذه المنظومة إلى كل دول العالم بلا استثناء. شكراً، شكراً سعادة المستشار. منرحب بالدكتور نصر، معالي الدكتور نصر المركز العربي أكساد، تفضلوا. يا ريت يكون الأسئلة سريعة لأن باقي معنا دقيقتين، ومن ثم الدكتور زكريا عبد الله. بسم الله والحمد لله. أولاً بدك تعطي لأنه إحنا 20 خبير حاضرين هون. ما شاء الله. ما شاء الله. 20 خبير. فإذا سألوا اثنين أو سألنا لابد، يعني أنا فقط أريد في البداية فعلاً يعني. تشرفونا معاليك، تشرفونا، تفضل معاليك. أسمح لي أن أقدم عظيم التحية والتقدير والإجلال إلى معالي الشيخ نهيان بن بارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولي لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والشكر أيضا والتقدير والاحترام للدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولي لنخيل التمر على هذه الندوات والورشات والمحاضرات بثلة من العلماء والخبراء، والآن القطاع الخاص الحديث اللي قد أذهلنا وأذهلنا بما قدموا فعلا في لصالح الأمن الغذائي والابتكار وتعميق المعرفة لدى نشر ثقافة المعرفة وتعميقها لدى كل من له اهتمام في القطاع الزراعي. لابد أيضا أن أشكر الأخ سعادة المستشار حامد أحمد الحامد مؤسس مجموعة كراسي الزراعية في دولة الإمارات على هذه يعني ليست محاضرة وإنما حقيقة المسرى ابتكار جديد. أنا أول مرة أسمع بالسياحة النباتية وأرى هذه المناظر الرائعة والخلابة في الدولة الغالية على قلوبنا فعلا الإمارات العربية. أنا أريد أن أقول فعلا أن في مجال الابتكار في خدمة الأمن الغذائي في ضوء الزيادات السكانية العالمية والتغيرات المناخية الحادة لا سيما قلة الأمطار وارتفاع الحرارة ونضوب المياه الجوفية والحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي والابتكار بما يتناسب مع هذه التحديات. أنا الأسبوع الماضي كنت في دبي وكنت أحضر المنتدى الخامس للمياه، وكان هناك عدد كبير حقيقة تحت رعاية وحضور ومشاركة وزير الطاقة والبنية التحتية وحضور وزيرة مريم المهيري وزيرة الأمن الغذائي والأمن المائي، التي قالت بالحرف الواحد أن الأمن الغذائي والأمن المائي وجهان لعملة واحدة، ونحن جميعا يعني يحق لنا أن نحصل على الماء النظيف، والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 الأمم المتحدة، ولكن أيضا شركاء جميعا في مسؤولين عن تأمين هذه المياه وترشيدها. أنا لا أريد أطيل، كنت أريد أن أتكلم الحقيقة عن ابتكارات المركز العربي لكن الوقت محدد، ولدينا مجموعة من الخبراء لو سمحت لي خبريك كل واحد دقيقة واحدة من الخبراء المتواجدين منذ الصباح حتى الآن ينتظرون بشغف إلى هذه المحاضرة،
وأسأل سؤال أنا قبل سؤال بكلمتين، ما هو تكاليف هذا المشروع والدول متى يستعيد رأس المال هذا المشروع لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى يعني المقبول لدى مختلف فئات الشرائح المزارعين في الوطن العربي؟ وشكرا. طيب طبعا بالبدايه كل الشكر لمعاليكم وجميع الحضور، العدد مبهج الصراحه، يعني انا اليوم فعلا سعيد باني اتحدث امام من يجب ان انصت اليهم، ولكن فرصه طيبه اني اتكلم اليوم يعني بعرض هذه التجربه. طبعا في علم الاقتصاد اليوم قرأنا كثيرا جدا ان من قوى الاقتصاد لجميع الدول ان تبدا بالمشاريع الصغيره والمتوسطه. اليوم المشاريع الصغيره والمتوسطه او المزارع في الجهه الاخرى من هذا الموضوع، عندما تنتشر هذه الثقافات بين كافه المزارعين الصغار وتدعم القوانين اللي فعلا تخدم هؤلاء، وتبدا الجهات تعمل على حماية المنتج أو صاحب المزرعة من الكثير اليوم في تسويق المنتجات، لابد أن تنظر بمنظور من قلب الحدث. فإذا انتشرت هذه الثقافات وكثرت أعداد المزارع وأصبح الأمن الغذائي اليوم ليست عملة بسيطة لن يصل لها أو تصل لها الدولة بالمال أو تصل لها الدولة بالفرض، لابد أن تنشر هذه الثقافة لتصل فعلا أعداد كبيرة من الشباب وريادة الأعمال لإنتاج يحققون من خلاله الأمن الغذائي. ومفهوم مفاهيم الأمن الغذائي كذلك لها أطر، لها أمن غذائي في الحبوب والمواد الأساسية أو الأمن الغذائي حتى في الأمور التكميلية. وأنا أقول كلمة أختم فيها يعني رد على معاليكم، الأمن الغذائي هو أمن لابد أن يعمل عليه الجميع. لا أعتقد أن يوم من الأيام دولة منفردة ستحقق الأمن الغذائي بالشكل الكامل، لابد أن نتعاون جملة وتفصيلا كلنا صغير وكبير في بناء المستقبل الزراعي. بس سؤالين لخبيرين، خبير من مصر والأخ الدكتور إبراهيم والدكتور محمد نصر من تونس، تفضل يعني كل واحد يسأل سؤال. السلام عليكم وشكرا للأمانة العامة وشكرا لجروب غرافيا، وكذلك يعني بالنسبة لي أنا مدير إدارة الثروة الحيوانية. أنا انبسطت كثير أن فيه دراسة حول الثروة الحيوانية في هذه المنظومة التي ربما أسميها أنا من السلاسل القيمة يعني المستقبل، يعني innovation، يعني هذا جيد. فأقصاد مع لدارها خبراء وتقنيات حديثة إن شاء الله بالتعاون مع الجروب في دراسة الثروة الحيوانية. تعرفوا عنصر الثروة الحيوانية هام جداً في دورة زراعية، في توفير السماد، في الاستدامة، في توفير فرص الشغل، في المواد الأساسية. ولكن أنا أسأل يعني مدى أنت أتيت على موضوع هام جداً لدى صغار ومتوسطي يعني المنتجين حالياً. يعني أنا أعتقد المقترح أنهم في الدول العربية لابد يكونوا شبكات وجمعيات حتى تكون لديهم القدرة على تنفيذ مثل هذه المنظومات وأقساط في برعاية سيادة المدير العام، يعني جاهزين في مختلف المجالات وخاصة في الثروة الحيوانية. لدينا يعني محطات بحث في جميع الدول العربية متعاونة، لدينا 26 تقريبا محطة بحث في بلاد المقر، ولدينا كذلك يعني تقنيات حديثة في السلالات المحلية ونقل الأجندة والتلقيح الاصطناعي والمحافظة على السلالات المحلية. شكرا. سامحونا أخذنا أكثر من 5 دقائق، إذا ممكن ساعات المستشار تجاوب على السؤال بالأول. أنا بس لو يعطيني باختصار السؤال، ما فهمت شو يعني. بس السؤال هو إن شاء الله في المستقبل يتم فيه تعاون بين الجروب غراسيا ومنظمة أكثر. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك على المداخلة، واضحة. طبعاً أكيد يعني أنا ما أريد أعطي يعني زخم كبير لمجموعة غراسيا، ولكن بالعكس يعني نحن اليوم
مستعدين لنقل هذه الثقافة والمعارف والتعاون بكل أطر التعاون مع كافة الجهات داخل وخارج الدولة. ونحن أصلاً الآن بادين بأعمال مع كثير من الدول في نقل هذه الثقافة واستثمار الفاعل لكل قطاعات الزراعة في الدول العربية والغربية. شكراً لحضرتك سعادة المستشار، أسفين للمقاطعة وإنما تم إضافة 6 دقائق إضافية لمدة المحاضرة. نعطي الكلمة لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة في نهاية هذا اللقاء الشيق لأي ملاحظة أو إعلان قبل أن تختتم الجلسة. سعادة الدكتور عبد الوهاب تفضل. حضرتك أنا ميوت دكتور عبد الوهاب. شكرا أستاذ عهد، باسمكم جميعا أتقدم إلى الأخ العزيز سعادة المستشار حامد أحمد الحامد مؤسس ومدير عام مجموعة غراسيا، الذي حصل لي الشرف أنني التقيت مرتين، مرة برفقة معالي وزيرة الأمن الغذائي معالي مريم المهيري، ومرة ثانية في اجتماع المركز الدولي للزراعة الملحية. طبعاً بعد مكالمة هاتفية قبل أسبوع 10 أيام كنا مشدودين أنا وزملائي في الجائزة أن هذا الجهد وهذه الدراسة وهذا الإنجاز لازم أن نشاركه مع زملائنا العلماء الباحثين المتتبعين لنشاط جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. طبعا زملائي بالجائزة خبروني أن عدد المشاركين هذه المحاضرة من علماء وباحثين وفنيين وتقنيين ومختصين في هذا المجال تعدى 100 شخص و105 بالضبط من 16 دولة، وهذه الدول كلها دول عربية وفي دول أجنبية طبعا منتجة ومصنعة للتمور. ليسعدني كذلك كأمين عام الجائزة هذه المحاضرات وهذه اللقاءات زيادة على الاستفادة العلمية وزيادة على النقاش العلمي، فإننا دائما استطعنا الحمد لله أن يكون دائما معنا حاضرين على مستويات مختلفة ممثلين من منظمة الفاو معنا، وإحنا مفتخرين بوجود معالي الدكتور مدير عام الأكساد، معنا الأرينينا، معنا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، معنا الإيكاردا، وكل هذه المؤسسات إقليمية ودولية في الحقيقة هي من جملة شركاء الجائزة منذ أكثر من 13 سنة الحمد لله في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور. الجائزة كما تعلمون هي جائزتكم، وهي منصة لكل عالم باحث مختص في هذا المجال، وكما تعلمون أنها تنظم لعدة سنوات الآن مهرجانات بالدول العربية الشقيقة المنتجة المصنعة للتمور، بجمهورية مصر العربية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بجمهورية السودان، إن شاء الله بجمهورية موريتانيا، إن شاء الله تونس وهكذا. زيادة على المهرجانات، الجائزة تنظم بالتنسيق هذه السنة هذه المرة تقريباً 30 مؤسسة إقليمية دولية مختصين هم شركاء الجائزة في تنظيم المؤتمر الدولي السابع الذي يقام كل 4 سنوات، وهذا يدل على مصداقية هذه المؤسسة، مصداقية دولة الإمارات والأهمية التي تعطيها القيادة الرشيدة في هذا المجال، مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور. المؤتمر السابع 4 سنوات، معناها الآن تقريبا إن شاء الله ابتداء من 2022 حتكون 28 سنة وإحنا متتبعين لهذا المجال. نتمنى أن يكون الجميع الحاضرون قد استفادوا من هذه التجربة الفريدة من نوعها، والتي ارتكزت على أفكار في مجال الابتكار الزراعي، وحيث كانت أنا أعجبت بالخلاصة بتقديم نموذج المزرعة الشاملة
الهادفة للمساهمة في الأمن الغذائي. طبعاً أنا دائماً حين أشاهد شخص ما شفته أكثر من عدة سنوات أتجرأ واستغل الفرصة وأشكر هذا الشخص معنا لأول مرة. أظن أخي أستاذ عبد المجيد إدريسي عماري اللي هو كان رئيسي المباشر قبل تقريباً 40 سنة في المملكة المغربية بمدينة مراكش. مني لك أمام هذا الجمع الهام من علماء والباحثين أحلى تحية وشكر. في المحاضرات السابقة حصل لي الشرف أننا استضفنا دكتور محمد البصري، قبل محاضرتين كان معانا معالي الدكتور يحيى بكور. طبعاً باحترام كل الألقاب والخبرة فكلنا زملاء، كلنا إخوان، كلنا أفراد هذه العائلة، عائلة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. أشكركم جزيل الشكر ونضرب لكم موعداً مع محاضرة إن شاء الله سيخبرنا عليها الأستاذ عهد. تصبحون على خير. شكراً سعادة الإعلام، إلى أن نلتقي بكم في المحاضرة. إذا بس تسمح لي بعد إذنك. شكراً دكتور. إذا إلى أن تفضل. دقيقة بس من الوقت. طبعاً جزاكم الله خير جميعاً، أنا شرفت بلقاء الجميع وحقيقة يعني علمنا زايد رحمة الله عليه أن دائماً ننظر في محيطنا الداخلي والخارجي. مجموعة غراسيا يعني عند الأمر لجميع من حاضر وجميع من لم يحضر، لأي ما يتعلق بما تطرقنا له نحن حاضرين قلباً وقالباً وبكل حب، ونطمح إن شاء الله أن ننشر هذه الثقافة والفكر، وهذا ما تربينا نحن عليه في الإمارات، وأكيد أنتم من تستحقون أن نصل للجميع ونقدر ننشر هذه الثقافة قدر ما استطعنا. ألف شكر للجميع، وأنا تشرفت فعلا بلقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة المستشار، إلى أن نلتقي بكم في المحاضرة العلمية الافتراضية 15 بتاريخ 11 أكتوبر 2021، وهي بعنوان تكامل منتجات التقنية الحيوية لإدارة آفات نخيل التمر، التي سيقدمها الأستاذ الدكتور محمد سعيد صالح الزميتي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإدارة المتكاملة للآفات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.